ده اي كلام. خلينا بس كده، الواحد لما بيحصل حاجة وبيبقى فيه إدارة سليمة وإدارة قوية لأي أزمة بتحصل، على طول دور على النادي الأهلي، هي دي النقطة. خليني أقول لحضراتكم كواليس سريعة جدا، يمكن كتير تابعها يعني لما الأستاذ والكابتن مهند كان بيتكلم في مداخلة سابقة، لكن إحنا مهم إن إحنا نتكلم في قناة النادي الأهلي في قناتنا عن إدارة الأزمة بالشكل المحترف. طبعا يا كريم أنت سمعت عن الأحداث اللي حصلت واللي هي غير مسبوقة الحقيقة، لما تيجي تسمع إن طيارة يعني إطارت وبعدين حصل عطل فني فأنت رجعت مرة تانية، رحلة المفروض تستغرق 9 ساعات استغرقت 16 ساعة. فكرة هنا ان انت كان في مطروح انك تأجل المباراة لكن قدرت ان انت ما تأجلهاش بالإدارة المحترفة اللي كنت بكلم حضراتكم عليها. هي ما كانتش فكرة بقى هنا رحلة انا رايح أأدي مباراة وخلاص، لا، فعلا فعلا لعيبة وجهاز فني وكل من هو كان مع البعثة بصراحة لازم نقول لهم شابوه وكل الاحترام لفكرة هنا ان انت قدرت من مشاكل لا حصر لها وبالمناسبة مالكش يد فيها، لان في مشاكل بيبقى احنا سبب فيها وفي مشاكل مالكش يد فيها. ففعلا القصة كلها انت رايح عامل التطعيمات بتاعتك للعيبة، انت رايح مجهز نفسك كويس جدا، انت رايح عارف ان انت عندك تارجت رايح تجيبه وترجع، لكن في بقى عوامل خارجية، مين هيتدخل في طيارة فيها عطل، مين هيتدخل ان المطار هناك بيقفل الساعة 9، مين هيتدخل ان في حاجات بتطير في فوق غير الطيارات زي ما كان كابتن مهند بيتكلم في المداخلة يقول لك في خفافيش وحاجات زي كده. فكل دي امور خارجة عن سيطرتك، هي دي النقطة كلها. بجد شابوه بغض النظر عن اي امور اخرى لاداره الازمه من قبل كل الطاقم اللي كان موجود، شابوه كابتن مهند مجدي هذا الشاب اللي بجد بجد اثبت كفاءته. اصل القصه كلها مش عضو مجلس اداره بيروح مع بعثه وخلاص، القوه بتبقى لما فعلا بيحصل مشكله انا ازاي بحل. لم نشعر بشيء، اللعيبه حتى كل الامور دي ما حسوش باي اختلاف، انت ما حسيتش ان في اداء متراجع، بالعكس اللعيبه راحت لعبت عملت اللي عليها. الشوط الاول ما كانش افضل شيء بس انت قدرت تحصل على اللي انت عايزه. فبجد بجد كل الاحترام لكل الطاقم اللي كان موجود، اسعدتونا حقيقي. جديده دي موضوع المطار.